مرحبا، معكم محمد من قناة التكنولوجيا. اليوم راح نحكي، ولا لكم اليوم ما راح نحكي، اليوم خلصنا حكي راح نبلش بالتجريب. اليوم راح أجرب شيء جديد قريت عنه بالنت وكتير لقيته مفيد وخرج ان الواحد يتعلمه ويشارككم معه تجاربه، اللي هو دارات الاردوينو. دارات الاردوينو هي دارات مبرمجة. ميزتها عن كل شي دارات قديمة كانت الدارة رخيصة بالسعر، عملية، في انا اوصلها على كتير قصص، الى كتير ملحقات متوفرة، ملحقات رخيصة، ودائما البرمجة تبعها سهلة. خلينا نقول يعني التعليمات البرمجية تبعها مو كتير معقدة ولا كتير غريبة. على شوي شوي رح نتعرف عليها مع بعض، حتى انا بالنسبة لي الموضوع جديد، بس حابب انه انا وياكم نتعلم عن هذا الموضوع ونطرحه سوا ونشوف هالتجارب شو بده يطلع معنا فيها وشو رح نحسن نستفيد منها. هاي الدارات مشان تكونوا بالصورة هي نفسها المستخدمة لما انت بيكون عندك غسالة مثلا زرار، او انت في عندك طيارات مثلا تحكم عن بعد الطيارات الدرون، او مثلا في عندك كتير تطبيقات للموضوع، او حتى الرجل الالي. يعني انت اذا عندك رجل الي عم تعطيه اوامر ثابتة كمان فيك تستخدم هاي الدارة. اذا عندك مكنة صناعية مثلا يدوية فيك كمان تستخدم هاي الدارة، لانه هي الدارة مبرمجة بتعطي اوامر انت حسب ما بدك، وفيك تربطها بتايمرز، بسنسورز، باي شيء فيك تربطها هاي الدارة وتعطيك قيم ادخال، وقيم تعطيها من المستشعرات ادخال، وهي على الاخراج تكون تعطيها اذا صار مثلا مستشعر الضوء مثلا بحال انه صارت الدنيا ليل بيعطي مستشعر الضوء قيمة عليها، فهي بتنفذ امر معين مرتبط بالمستشعر اللي انت موصل عليها. انا اليوم اشتريت الحزمة التجريبية اللي هي للمبتدئين في هذا المجال، لسه ما بعرف شو فيه. هاي البوكس قدامنا، شوفوا هذا البوكس، هذا البوكس واصلني انا من الصين من شنغهاي، وراح نفتح البوكس سوا. خلينا نبلش نفتح البوكس ونشوف شو هاي الحزمة التجريبية شو جاية فيها. طبعا انا لما اشتريت البوكس لقيت انه الاردوينو في كذا نوع من انواع الدارات. الدارة اللي انا هلأ هتلاقيها جوا لازم تكون اسمها اونو ارت 3. اونو ارت 3 طبعا اذا ملاحظين معي انه هن انا عم بعمل الانبوكسينج، شوفوا شو عم يصير معنا، حاطين كتير حمايات. هي هذا فاضي بعد ما في شغل. المهم هذا البوكس، هذا البوكس هلا من هون راح نشوفه سوا شو في بقلبه. بقلبه اول شيء هذا اللوح، حالكم عن شغلة اللي انا قاريها من اول. خلينا نقول هذا اللوح هو عبارة عن لوح موصلات، راح نشرح عنه بالتفصيل ان شاء الله لقدام. يعني انا مثلا بدي وصل قطعة مع الدارة بوصلها عن طريق هذا اللوح، ومن جوا موصل مع بعضه بطريقة معينة رح نشرحها بالتفصيل بعدين. هذا جسر بينشك هون حسب الحاجة انت تستخدمه. هاي عندي مجموعة ازرار، لا هاي مقاومات متغيرة، غالبا هاي عبارة عن مقاومات متغيرة. يعني انا هاي اللي انا مثلا مثل مسجلة السيارة مثلا، لما انا بيكون عندي فتل يمين ويسار مشان انت تعلي الصوت وتنوصه مثلا، هاي مقاومة متغيرة. تمام، في عندي هاي الشغلة ما عندي صراحة هلا بالوقت الحالي عنها فكرة، بتوقع تكون ليدات من جوا انارة بس ماني متأكد، هلا بعدين رح نشوفها شو هي ونشرحها. هاي لوحة الأرقام،
طبعا في خانتين نقطة، خانتين في 4 خانات، وهي لوح رقم واحد خانة واحدة، هاي للذات هاي مقاومات. طبعا عادة المقاومات بيكونوا كاتبين كم اوم فيهم، وهدول بتوقع هذا مستشعر الانفراريد، هذا مستشعر، وهذا مستشعر ضوئي بتوقع. هذا الثالث ما عرفته مستشعر شو. وقت نروح التجريب راح نشوف شو هو ونطلعه شي ورا شي. هلا صرنا بالطبقة الثانية، شو في عنا بالطبقة الثانية؟ عنا بالطبقة الثانية هون صراحة ما عرفت حاليا الشي اللي قاريه هلا ما عرفت. هون في عنا دارة بسيطة فيها 4 لدات، فيها 4 مقاومات، كمان شغلها بشكل واضح ما فيها، بس هون فيها مدخل جاهز للكهرباء غالبا بنوصل عليه هذا الموتور ستيب موتور، معناتها هذا موتور 5 فولت مرحلي، يعني هاد متغيرة سرعته، سرعته ما بتكون ثابتة، بتكون مرحلي. ما بعرف صراحة، ومكتوب عليه ستيب موتور، لنشوف بعدين بيبين معنا. هلا هاي الدارة اللي هون محطوطة في معها هاي القطعة البلاستيكية، هاي القطعة البلاستيكية بنشوفها كتير بأبواب الحماية security. هاي بيكون فيها دارة مبرمجة بين هاي القطعة والدارة مشان انت تفتح الباب، يعني هاي مثل عنصر تعريف انت لما تعطيها لشخص مشان يحسن يفوت على الباب الفلاني بيكون مقفول بهاي الدارة، بمجرد ما مرقها قدامها فهي بتعمل ارسال لاسلكي عليها للقطعة هاي البلاستيكية، وهي القطعة بيكون في توافق بينها بالتردد بين هاي القطعة والدارة، فبتعطي امر ساعتها الاردوينو بورد، بتاخد امر انه تعطي امر هذا المحرك تبع مفتاح القفل انه يفتح الباب. هاي ووتر سنسور، يعني هذا سنسور مي، شغلته بالضبط لسه بعدين لحتى تبين معنا. خلينا نشوف غير قصة، هاد مو مكتوب عليه مستشعر شو، ولا هو بفل، ولا هو انا متوقع انه يكون بفل، لسه مو باين معي. هاد تاور برو مايكرو سيرفو 9 جرام، هلا هاد مو باين شو هو، بس انا بتوقع توقع انه هو كمان موتور صغير، وفي له هدول بنوصلوا عليه على الراسية تبعه، وهي براغي له خصوصي. في عنا هون كمان بطارية مع تشيبسيت، كمان حاليا شو الاستفادة منها بالضبط؟ غالبا هاي مشان حفظ معلومات، شلون مثلا بطارية البيوس تبع الكمبيوتر حفظ معلومات رئيسية بهاي الدارة الصغيرة. هاد البورد عليه سنسور، انا كمان لسه ما بعرف شو هو هلا حاليا. هاي مجموعة ازرار، هاي لوحة ازرار، خلينا نقول اتوقع انه انا في برمجة لحتى اعمل فيها هاي اللوحة عليها ازرار، انا اللي متوقعه انه هذول 4 × 4 16 زر، يعني انا في احط عليهم ارقام من 1 ل 16 بتوقع، تمام، مثلا من 1 ل 16 اني انا ادخل عليهم كود لابواب الحماية اللي بتجي الها لوحة ارقام، تحط انت رقم معين مثلا يفتح الباب او مشان تفتح خزنة او الى اخره،
اتوقع يعني لسه انا اعمل لكم توقعاتي عن القطع، ما اعمل لكم شيء هلا متاكد منه. خلينا نقول هاي اللوحة فيها زر بيشبه زر البلاي ستيشن يعني بيروح لفوق ولتحت يمين ويسار، فشو هو بالضبط لسه انا ما بعرف. هاي وحدة اللوحة تبع الاردوينو تاخد 5 فولت من منفذ اليو اس بي عادة، تاخدهم من هون تكون واصل على الكمبيوتر، بتاخد الكهرباء من هون تمام. بحالة انه انا بدي خلي هاي اللوحة تشتغل بمعزل عن الكمبيوتر بعد ما انا برمجها، فانا في استخدم هون هاي الوصلة، هاي بتنشك هون بالدارة وحط عليها بطارية 9 فولت تمام. ده نشوف هلا بعدين. هلا عندي وصلة اليو اس بي طبعا مشان الوصل البرمجة مع الكمبيوتر، ومشان مثل ما حكينا مشان موضوع الباور تبعها تغذية. عندي لوحة، هاي اللوحة عادة بتجي في انا اطلع هون كلام معين، رسائل معينة تطلع هون بناء على حركات معينة. مثلا انا فرضنا يعني بعطي مثال صغير ان انا مستشعر الضوء، مثلا صار ضوء اخذ امر مثلا بتشغيل الليد الفلاني، بيكتب لك هون انه ليد اون مثلا مثلا تمام. انا كده عم بفترض افتراضات لسه على تجربتي فيها، انه هلا انا عم بفتح الدارة وما بعرف لسه حقيقه شو الوضع. هلا في عندي ريموت كنترول، طبعا هاد يعني اكيد اكيد راح يكون استخدامه مع قطعة الانفراريد، قطعة الاستقبال تبع الانفراريد. هون بعطي انا امر للدارة عن طريق الارقام، كل رقم بكون انا اعطيه امر معين، مثلا انه حطيت لك مثلا واحد اشعل الليد الاول، اثنين رقم اثنين الليد الثاني، اذا حطيت لك مثلا ثلاثة الليد الثالث او اي شيء يعني. هلا حتى اذا بتتذكروا او بتشوفوا عنا هذا الكنترول، الريموت كنترول نفسه مستخدم بكل الامبي 3 بلاير تبع السيارات، مستخدم بكتير دارات تانية، فهذا الكنترول كتير راح يفيدنا لقدام. هذا هو عبارة عن مفتاح سويتش، كمان متغير القيمة، هي عبارة عن مقاومة متغيرة القيمة مثل مفتاح المروحة. خلينا نقول كمان موجود هذا هو تمام. هلا عندي هدول عبارة عن موصلات، يعني هي عبارة عن كابلات من هون طرف هاد، احنا بسوريا بنسميهم هذا الذكر، هذا الطرف انت وهذا طرف الذكر، يعني هاد بفوت هون هيك عشان نكمل التوصيل. طبعا هو هذا بيكون جزء فايت هون بالدارة، جزء فايت بمستشعر هون مثلا، واحد من المستشعرات بيكون فايت فيه من هون، وهون موصول على البورد هون، ودي انا البورد هون هاد تمام. هون مشان انا ما استخدم كابلات عادية، في استخدم دول الكابلات للتوصيل بين كمان البورد، بين البورد من جزء لجزء على البورد تمام. انا هذا كله توقعات. هاد مستشعر، والله ما عاد اعرف اذا هذاك مستشعر الانفراريد ولا هاد، في مستشعر من هون للانفراريد وفي واحد يكون مستقبل، فما بعرف انه هذا شو هو. هاي دارة الاردوينو، لاحظوا هون الكتابة اللي عليها مكتوب عليها اونو هونو تمام. هاي هي الدارة اللي عم نشتغل عليها بإذن الله. هدول بقى القطع عبارة عن فواصل، أنا هون بحطهم عشان رتب القطع عندي، حطهم هيك معناتها هيك معناتها هيك. ما عرفت اذا حطهم صح ولا لا صراحة، حاطين هنا اليوم اتجاه السهم هيك لتحت. هلا هاي اجت قصيرة، هديك اجت طويلة،
هاي اجت، هاي اجت مناسبة. معناتها هلا هاي هون صارت لازم تكون. ايوه هي بس تقسيم العلبة عشان انا ارجع اوزع الاغراض اما مثل ما كانت او مثل ما انا برتاح. هلا هيك بس تحطهم انت هيك، تسكر علبتك، تقفلها قفلة نظامي، تحملها وتضلك ماشي. تمام، هذا كان الانبوكسينج، او يعني عم شوف انا البوكس شو هو اللي فيه الاغراض الاردوينو والدارة والمستشعرات اللي جتني للتجريب. طبعا انت كل ما اشتريت، كل ما اشتريت انت بوكس مختلف من النت مليان اسمها اردوينو ترينينج كيت، اذا بدك تدور عليها على امازون او اذا تدور عليها على الاي باي، اسعارها يعني هذا البوكس بيكلف حدود ال 25 او 30 يورو تقريبا، هيك بتذكر لما جبته انا. في بوكسات ارخص، في بوكسات بتوصل ل 60 يورو. طبعا الفرق بيناتهم انه هو فيه كان مستشعر اكثر، كان فيه ادوات اكثر. مثلا هلا انا هون ما شفت محركات تبعات الدرون، محركات الدرون بتجي مثلا بالبوكسات الكبيرة بيجي مثلا اربع محركات درون، عشان انت تعمل درون يكون انت عامله، يعني انت تعمل طيارة تحكم عن بعد. كمان بيجي هديك معها ريموت كنترول تبع طيارة تحكم عن بعد، اللي هو بتعرفوا شلون بيجي شكله، اللي هو له تنتين مثل هاي تبع البيس ستيشن، مشان فوق وتحت. وفي عندك زرار المراوح بيتحكم بالكل مروحة مشان تطلع سوا او تميل، او اذا انت حاطط مثلا كاميرا حسب بقى انت شو حاطط فيها ميزات. طبعا لسه في ملحقات تانية اكيد، حاليا رح نشتغل بهدول باذن الله، وبتمنى انه نجرب مع بعض وكلياتنا نستفيد من هالتجارب. بس المستقبل من هون ورايح للتجريب لهي الدارات، يعني نحن اليوم لما تخرب انت عندك غسالة ما رح تجي ترجع تحط المفتاح القديم مثلا، اذا انت خرب عندك المفتاح، انت صار فيك بهي الدارة تعمل زرار او تحط مفتاح وهيك تعطيه زرار، يصير الزر ضغط مثلا الزر الاول افتح البرنامج الاول، برنامج الاول عن طريق هاي الدارة بيعطيه اوامر للغسالة مثلا انه تشغل هلا تنشيف مدة كذا، تدور هلا بهالاتجاه مدة كذا، تعكس الاتجاه مدة كذا. هذا الحكي انت تحط برنامجك بعدين تحطه كوماند على اللوح على البور وتوصل مع لوحة الازرار وخالصة الشغلة هاي. يعني اذا بدك تعمل انت، حتى اذا حبيت كمان معلومة تانية عن الاردوينو، دارات الاردوينو هي نفس الدارات المستخدمة بكل شيء اسمه سمارت هوم. شو يعني سمارت هوم؟ يعني انا عندي اضوية البيت وانارته وكهربته ومكيفاته وكل شيء فيه، ممكن انا اوصل على دارات اردوينو وانا اكون برات البيت. مثلا انا قبل ما اصل على البيت بعطي امر عن طريق الانترنت، عن طريق البروجرام ابليكيشن تمام تبع موبايل، بعطي امر انه هلا اشتغل المكيف، او هلا مثلا افتح ستائر بالبيت اذا انا عندي ستائر على الكهرباء، او سكرون، او مثلا هلا شغلي سخان المي بما انا اصل على البيت. يعني او يعني كمان هي بتعطيك امور لتوفير طاقه، اذا حبيت انت بتتحكم انت ما انت كنت برات البيت او جواته، فيك تتحكم تحكم كامل، فيك توصل كاميرات المراقبه تعطيها هون حساس، مثلا توصل حساس الحركه مثلا على الداره وتقول انت واصل عليها كاميرا مراقبه، فحساس الحركة مباشرة بس تكون في حركة بيعطي أمر للتسجيل يصير عن طريق هاي الدارة. كمان كل هاي القصص راح تصير عن طريق هاي الدارات اللي هي أردوينو. مثل ما حكيت لكم هاي الأونو، شو فرق عن بقية الدارات بالأردوينو لهلا ما اكتشفت شو الفرق 100%، بس أكيد في فرق بالميزات اللي بتقدمها كل دارة من هاي الدارات. وإن شاء الله يكون اليوم كانت تجربتكم ممتعة معنا، وان شاء الله كمان رح نلتقي كتير لايف بهاي المقاطع الخاصه بالتجريب، لانه اكيد لانه عن جد رح تستفيد من هاي القناه، لاني انا حابب اني افيدك واستفيد انا باني اتعلم وانا اطلعك على كل شيء تجارب انا عم بعملها. نلتقي على خير باذن الله وبالتوفيق. سلام.